ارحب باللجنه اللي كانت متواجده معانا بقالها اكتر من ساعتين ثلاثه. هم كانوا بيحاولوا يوصلوا لاي حاجه، بس الحمد لله طبعا يعني ما فيش اي تعليقات على اي حاجه، لقوا العمل شغال. واحنا ان شاء الله المفروض البطوله يوم 20/10 ان شاء الله، احنا على 1/9 هنكون جاهزين بكل الطلبات اللي هم طلبوها. هم جم النهارده اطمنوا تماما، لقوا كل حاجه ماشيه في النصاب المطلوب منه، وان شاء الله يعني ممكن قبل 1/9 كمان تكون خلصانة الحاجات اللي هم طالبينها كلها. أكتر حاجة المنطقة الصحفية الإعلاميين اللي تم تطورها بالكامل على أحدث تقنية هم محتاجينها، دي أكتر حاجة يعني فيها شغل، وهم فعلا خلاص احنا في مرحلة الانتهاء منها إن شاء الله. بعد كده مقصورة الرئيسية شوية تعديلات فيها عملناها، بعد كده شوية تعديلات بقى في الأكسس بتاعت أرض الملعب برضو، كل ده الحمد لله يعني شركة الإنتاج الحربي هي اللي قايمة بالموضوع، وبدأ بالموضوع باهتمام جامد جدا بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، إن هو لازم قبل البطولة إن شاء الله نكون مخلصين الحاجات دي. هو طلعوا تعليقات في كل حاجة ممكن تحصل إلا أرضية الملعب، ودي طبعا عمرها ما حصلت. كل الأراضي اللي هم مروا عليها طلعوا فيها تعليقات. استاد القاهرة الحمد لله ما فيش أي ملحوظة على أرضية الملعب، وهم جم شافوا الصيانة وهي بتتم، وإن شاء الله الأمور هتبقى يعني ماشية في البطولة زي الفل بإذن الله. استاد القاهرة ده استاد مصر، مش استاد نادي الأهلي ولا استاد نادي الزمالك ولا أي حاجة، ده استاد مصر. احنا النهاردة نادي الأهلي بيمثل مصر، فاحنا عاملين كل دوت لأي فرقة هتمثل مصر احنا وراها. سيادة الوزير ما بيتأخرش على أي حد في أي حاجة، مهتم جدا 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 بالتفاصيل الخاصة بالبطولة، واحنا مش متأخرين. وزي ما انت شايف فريق عمل على اعلى مستوى، والساده الزملاء في استاد القاهره محدش متاخر، اقصى جهد بيتبذل. شايف الجو عامل ازاي، شفت الساعه 10 والساعه 11 الناس شغاله، يعني مش جايين مفاجاه، لا ده بقالنا كذا اسبوع على هذا الوضع يعني.